خلينا اخد واحد من نجوم مصر طبعا ونجوم نادي الزمالك السابقين، النجم الكبير كابتن محمد صلاح. كابتن صلاح برحب بيك. ازيك يا اسلام ومساء الفل عليك. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله، تمام الحمد لله رب العالمين. كابتن، يعني قبل ساعات من سفر المنتخب الـ يعني الـ الوطني للكاميرون، شايف بعد اختيار القائمة وتصريحات كيروش، شايف فرص المنتخب خلال بطولة أمم إفريقيا إزاي؟ شوف، أنا بص يا أستاذ، فرص مصر كشعب مصر ورياضة مصر العريقة ترجع بالبطولة. تاني حاجة وده الأهم من الناحية النفسية، إن الدعم اللي المنتخب خده عن طريق الوزير الرياضة من السيد الرئيس، أنا أعتقد ده تحدي كبير جدا من اللعيبة لرجوعهم بالكاس بإذن الله لجماهير مصر. وده مش صعب، لأنك عندك لما تيجي تقول عندك كيان، عندك كيان، عندك لعيبة، عندك لعيبة، عندك أحسن لاعب في العالم، عندك ناس محترفة، وخاصة تريزيجيه، لأن ده ممكن يؤثر بالإيجاب على الفريق. عندك جهاز فني، اي كان في لغط او مفيش في الايام اللي فاتت اختيارات ومش اختيارات، فهو خلاص مفيش رجوع، يعني هو راح مش هيقدر يرجع دلوقتي، فهيستحمل اللعيبه اللي معاه، وهو اختارهم، هو اللي هيتحاسب في الاخر. فاحنا علينا دلوقتي ان احنا نسانده او نساند منتخب مصر حتى الرجوع بالكاس، وان شاء الله يعني الله لا قدر لا حصل حاجه غير كده، يبقى في حسابات كتيره عشان تدخل بعد كده زي ما حضرتك قلت تصفيات كأس العالم 2022. طيب كابتن صلاح، يعني شايف يعني المجموعة اللي هو اختارها، وهو طبعا بيعتمد بشكل كبير على المحترفين. ده أمر طبيعي؟ هل بعد البطولة العربية كنت متوقع إن حد يكون موجود من الوجوه الجديدة اللي ظهرت وهو ما خدهمش؟ أحمد رفعت بالأخص، يعني لأن هو رفع. شوف، هو ايجابيات كاس العرب مش وحشه بالنسبه ككرويين، لكن طالما احنا عندنا عاطفه بنقول مثلا اسلام لعب كويس، من حقه انه يروح، لكن الراجل قدم لنا ناس ما كانش حد عارفها او ما راحش قبل كده منتخب، دي حقيقه. ولكن الاستمراريه تحس ان هو كان بيعاند في الشعب او في المصريين، تقول فلان كويس يبعده، تقول ده وحش ومش المفروض يروح واخده. فدلوقتي الاستقرار، يعني يمكن انا مش عايز اقول الظالم، احمد رفعت لسه صغير وقدامه المجال كبير، في تاني شكر نجيب، في ناس كتير بعد كده ظهرت من خلال الدوري، ولكن ممكن يكون لي فرصه في المرحله الجايه ان شاء الله يا اسلام. اي من انا مش عايز اتطرق بعد اذنك لموضوع طارق حامد، لان الموضوع بقى دمه تقيل. لا احنا عارفين سبب ولا عارفين استبعاد ايه. واتسال طارق قال مفيش حاجه، واتسال الراجل قال مش عايز اتكلم، انا بتكلم عن مصر، وخدنا الحته عاطفيه كده حلوه، فمش قادر نتكلم معاه عشان هو ايه بيكلم مصر بس. لكن وجود طارق من عدمه، انا بقول لك اي مدرب هيجي يختار طارق الا كروش، مش عارف ليه، فالسبب هم عندهم هم الاثنين. لكن نتمنى ان طارق زي ما عهدنا باخلاقه انه ما يتكلمش ويجتهد وهيلعب الماتشات، وان شاء الله المرحله الجايه ممكن ليه او ملوش، دي حسب الرؤيه الفنيه.